إذا كنت محبا للمنتخب الجزائري لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب بالفيديو حتى يصلك كل جديد. كشفت القناة الفرنسية RMC سبور الرياضية أن نجم المنتخب الوطني الجزائري يوسف بليلي وقع رسميا في نادي بريست الفرنسي الناشط في الدرجة الأولى الفرنسية. ونشرت القناة الفرنسية في حسابها الرسمي على تويتر أن الدولي الجزائري التحق رسميا بنادي بريست الفرنسي لتعويض الجزائري الأصل رومان فاير الذي غادر إلى نادي ليون الفرنسي. وأكدت القناة الفرنسية على تويتر قائلة: وجد بريست بلا شك بديلا لرومان فايفر الذي غادر إلى ليون، على نادي بريست التقاعد مع اللاعب الجزائري الدولي يوسف بليلي بسرعة كبيرة.